مثلي مثلكم يعني شفت الخبر على السوشيال ميديا انه ما سبب انسحاب روعة السعدي من الجزء الثالث من حارة الإبة؟ برأيي ظلم باللي عمله. هلا بصراحة أنا مقلة لأنه أنا عندي شوية خجل، فأنا بتوتر باللقاءات. وتاني سبب ما بحب ضل دائما يعني لظهور وهالقصص، ما لي كتير يعني بهي الأمور. بس عن جديد عملت يعني كان مع أشخاص معينة وكان لازم يعني كنت عم اشتغل، وأساسا أنا وقت ما بشتغل ما بحب أعمل لقاء، يعني وقت ما يكون عندي شيء أحكي عليه أو أحكي فيه فما ماني ما بطلع. لكن هلأ اختلف الوضع، ففينا نقول أنه روعة السعدي راجعة بقوة على الساحة وأعمالها عم بتحقق نجاح كبير. والله أنا انبسطت بصراحة، يعني كان الخيار كان ظريف، يعني كان بسوق الحرير مع الأستاذ المسنة اللي أنا كتير بحبه وبحترمه، وإن كان حارة الإبة مع المدام رشا، طبعاً مقابلة مع السيد آدم بس ما نعرض لسه يعني. فأنا كتير انبسطت بالخيارات وانبسطت بإني رجعت بهي الأعمال، وإن شاء الله يا رب لقدام حيكون في شيء أحسن. وحبينا نتأكد عن الأخبار اللي انتشرت عن البدء بتحضير الجزء الثالث من مسلسل سوق الحرير. هلأ أنا اللي سمعته أنه ما في، أنا سمعت ما في، ما بعرف إذا بيتغير شيء يرجعوا بيعملوا، ما عندي فكرة صراحة. أما بمسلسل حارة الإبة فكان لروعة مشاركة مميزة بأول جزئين بشخصية جميلة، لكنها انسحبت من الجزء الثالث، فشو السبب؟ هلأ الحقيقة صار في خلاف، مو خلاف يعني فظيع أنه تخانقنا لا، بس كان في شيء أنا موعودة فيه وعلى أساسه أنا اشتغلت الأول والثاني، أنه عادت بالجزء الثاني الثالث بشيء على الصعيد النص كدور وعلى الصعيد المادي، وما تنفذ الاتفاق فاعتذرت. ومثلي مثلكم يعني شفت الخبر على السوشيال ميديا انه راح لفنانه تسنيم باشا. انا مع مدام رشا ما في اي مشكله، مشان ما العالم تفكر انه في خلاف بيني وبينها ابدا. مدام رشا انا رفيقتي وكثير بحبها، كانت بفتره من الفترات داعمه لي كثير صراحه، يعني ما ضايقتني بشيء. الخلاف كان مع المونتاج وتركنا والله يوفقون، يعني أنا مالي متضايقة بالعكس. لكن ما صار في أي مفاوضات لترجع وتغير رأيها؟ هلأ أنا يعني عطيتهم آخر يعني حكينا آخر تليفون، وكان يعني يفترض أنه يرجع ويردوا لي خبر، ما كان في اتصال منهم، يعني مثل ما قلت لك أنا شفت الخبر مثلكم ما كان في اتصال منهم ولا خبروني إن كانوا موافقين أو رافضين يعني الفكرة. إيه ما في يعني تفاوضنا بس ما كتير يعني عادي. هي كمان لك لك بجوز انه بالنسبه لهم الشخصيه ما يعني ما لها كثير بالعمل، دور كثير صغير فما بتفرق معه اساسيه. ايه وكان يفترض بالجزء الثالث يكون له دور اكبر وكان لازم تتوسع والقصص، بس ما تنفذ الشيء اللي اتفقنا عليه. وانا لانه ما تنفذ فاكيد لا، يعني انا يعني نحن بالنهايه فنانين، الوعد وقت بدك توعدني فيه بدك توفي فيه. أنا ما عم جرح فيه للأستاذ هاني بالعكس، وأنا ما بكن له غير كلمة حبة، بس كان في برأيي ظلم باللي عمله. والأكيد أنه بناء الشخصية والعمل على تفاصيلها اتطلب مجهود كبير من روعة، فمن الطبيعي تكون حزينة من اللي صار. هلأ مزبوط، وأنا زعلت، ما رح أقول لك يعني ما رح كذب لك ما زعلت، زعلت أنه أنا كنت حابة يعني ضمن هذا المشروع أكون موجودة، ومبسوطة أنه مع المدام رشا، يعني بالنهاية هي مخرجة كتير مهمة أنت بتعلمي منها. بس كمان بشوف الدنيا اسمها ونصيب، وكل حدا له رزقته، وإذا هن نختاروا إنه أنا ما أكون موجودة فهاي بترجع لهم، إذا ملاقين إنه في خيار تاني يمكن أحسن أو مو أحسن إنه أكيد في إلى بديل، فهن خيارهم لهم. أنا برأيي وبالنسبة لي أنا ما بأخذ شخصية حدا أخذها لي. والجديد هو إنه روعة انضمت للجزء الجديد من مقابلة مع السيد آدم، لكن بشخصية جديدة رح تدخل على الأحداث. هلأ هي شخصية جديدة محامية إلى يعني خط لحالة، في توابع لقلب بنهاية العمل ما فيني كتير أحكي عنها لأنه هي شخصية بدها تكون مؤثرة بنوعا ما، فكانت كتير فرصة إلي أنا أني أطلع بهيك عمل مهم وظريف والعالم كتير حبته، وبنهاية الأستاذ غسان مسعود يعني شرف إلي أني أشتغل بعمل هو متواجد فيه، وفادي سليم كانت التجربة معه كتير حلوة ومنيحة.